بص بقى، انا هبدأ معاك من تحت الصفر. حلو، اللي هو انت ازاي النهارده تكتب كيميكال اكتب بصباعي كومباوند. ازاي انت تقدر تكتب اي مركب كيميائي؟ تعالى كده رقم واحد، هو انا لو قلت لك عندك كومباوند اسمه الومنيوم فوسفيت، الومنيوم فوسفيت ده بيتكتب ازاي؟ هنرزع نقول عندنا حاجه اسمها الومنيوم ال، حاضر بلاش فوسفيت، يعني انا عاوز بدل الومنيوم فوسفيت خليها الومنيوم مثلا صلفيت. حلو، الصلفيت انا ما اعرفش، بس هفكرك او اقول لك الصلفيت SO4. حلو، كل الكلام ده ما نعرفوش، هنتعلم نجيبه ازاي. طب الالمنيوم، المفروض الالمنيوم ان هي بتسلف كام؟ 3. مالك بقى؟ والصلفيت بتسلف كام؟ 2. فالمفروض ده الكومباوند يتكتب كده. طب انا النهارده الف ب عندي في الكيمستري، لازم اتعلم ازاي اكتب كومباوند. طيب تعالوا كده نتعرف على شويه حاجات كده صغيره اسمها الاتوميك جروب او الاتوميك راديكال. ايه الاتوميك جروب او الاتوميك راديكال؟ يقول لك في جروب اسمها المونو فيلنت، المونوفيلنت جروب دي عندك شويه مجموعات لما انت بتكتبها دي بيتكتب فوقيها تشارج نيجاتيف 1. ايه هي الجروبس دي؟ الاو اتش، الان او 3، الان او 2، الاتش سي او 3، والان اتش 4. طب في غير كده؟ طبعا في غير كده كتير، بس نمشي واحده واحده على اللي احنا عاوزينه. ايه المجاميع دي؟ يقول لك الاو اتش دي بيبقى عليها نيجاتيف، ودي نيجاتيف، ودي نيجاتيف، ودي نيجاتيف، ودي بوزيتيف. دي اسمها هيدرو اوكسايد، دي اسمها نايت ريت، دي اسمها نايت رايت، ودي باي كاربونيت، ودي اسمها الامونيوم. في فرق ما بين الامونيوم والامونيا. الامونيا ده يعتبر ايه؟ غاز الامونيا، ده ملهوش دعوه بالجروبس، ده عباره عن NH3، وده بيبقى اسمه الامونيا جاز، ده غاز ملناش دعوه بالحوار ده خالص. حلو؟ الجروب دي لو واخد بالك بمجرد ما تقف جنب حد هي عليها تشارج ايه؟ نيجاتيف 1، فتسلف اللي جنبيها نيجاتيف 1، تسلفه الواحد. طب في جروب ثانيه اسمها الدايفيلنت. ايه الجروب الدايفيلنت دي؟ زي الـ SO4 والـ SO3 والـ S2O3 والCO3. حلو، الجروب دي دايفيلنت. يعني ايه دايفيلنت؟ يعني تلاقي مكتوب فيها نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 وهنا نيجاتيف 2. طيب اول حاجه دي اسمها ايه؟ صلفيت. وركز لي في حاجه صغيره، لما كانت ان او 3 كان اسمها ايه؟ نيتريت. لما تبقى ان او 2 اسمها ايه؟ ايت. يعني الرقم الكبير دايما ياخد ايت والصغير ايت، عسل. يبقى دي اسمها ايه؟ صلفايت. طب ودي؟ دي مجموعه هنقابلها في شابتر 2 في الاناليتيكال كيمستري اسمها سايو سلفيت. حلو، دي مجموعه السايو سلفيت. طيب
دي لو واخد بالك كانت فوق اسمها باي كربونيت عشان فيه اتش، هنا من غير الاتش تبقى اسمها كاربونيت. طب في مجاميع تانية اسمها التراي فيلن. مين بقى التراي فيلن دول؟ بي او 4 ودي بتبقى نيجاتيف 3 واسمها الفوسفيت. يبقى انا اول حاجه عرفتها ازاي اكتب الراديكلز. ادي الراديكلز اتعلمتها. يعني انا دلوقتي عندي البريودك تيبل. البريودك تيبل انت عندك جروب 1 اي وجروب 2 اي و3 اي و4 اي اند سو اون. لو لقيت مثلا عندك صوديوم، الصوديوم ده موجود في جروب كام؟ 1 اي. كده كده هيبقى معاك المره الجايه البريودك تيبل والملزمه وكل حاجه. جروب 1 اي فيها صوديوم. انا عندي مثلا اجي اقول لك اكتب لي صوديوم، نقول مثلا فوسفيت. هو الصوديوم مش موجود في 1 اي، رمزه ان اي، والفوسفيت بي او 4. حلو. طيب انا دلوقتي الصوديوم 1 اي يسلف واحد، ملهوش لازمه ما يتكتبش، والفوسفيت بيسلف كام؟ 3. يبقى ان ايه؟ 3 بي او 4. عسل. طيب في شويه معلومات صغيره. طب هو انت ليه ساعات تلاقي مكتوب لك الاكسجين او 2 وساعات يتكتب او 4 وساعات يتكتب او 3؟ هو ايه الحكايه دي؟ اصل في عندنا حاجه اسمها الداي اتوميك اليمنت. ايه الداي اتوميك اليمنت دول؟ يقول لك اليمنت لو انت شفتها مكتوبه لوحدها لازم يترزع تحتها كام؟ 2 هيدروجين اكسجين والنيتروجين. حلو. واخواتهم الهالوجين فلورين كلورين برومين ايودين. دول دايما يكتب تحتيهم ايه؟ اتنينات. يبقى الجروب انزل لتحت سن ما يطلعش، ما تقلبش الصفحه، ماشي دي. حاضر. طب قبل ما نيجي بص يا معلم، دول لو انت كتبتهم او لقيتهم مكتوبين لوحدهم لازم تحط تحتيهم ايه؟ 2. بمعنى ايه؟ لما اجي اقول لك مغنيسيوم رياكت ويز اوكسجين جاز تو فورم مغنيسيوم اوكسايد. مغنيسيوم رياكت ويز اوكسجين جاز تو فورم مغنيسيوم اوكسايد. اول سؤال، هو المغنيسيوم احط تحتيته ولا ما احطش؟ ليه؟ مش داي اتوميك. طب حاجه ثانيه، الاكسجين هنا كتب تحتيه ايه؟ 2 عشان كتب لوحده، وما دام كتب لوحده هو داي اتوميك فلازم يترزع تحتيه الاثنين. طب هنا المغنيسيوم ده في جروب 2 ايه في البريودك تيبل؟ يبقى هو بيسلف اللي جنبيه كام؟ 2. والاكسجين في جروب 6 اي و6 اي برضه بتسلف 2. حلو. يبقى ده برضه سلف 2، الاثنين طارت مع الاثنين، يبقى كتب بالمنظر ده. تمام؟ طيب تعال نخش على معلومه ثانيه. طب في لو واحد بقى مركز في حاجه غريبه كده ممكن تظهر في دماغك. عندي حاجه اسمها SO2 وعندي حاجه اسمها SO3. سؤال، ده اسمه ايه؟ هي ما كانتش ايت، ايت صح؟ ال SO4 هو اللي كان ايه؟ سلفيت، وال SO3 كان سلفايت. انت عارف ان ده اسمه سلفر تراي اوكسايد؟ ايه ده؟ هو انت بتشتغلنا يعني عشان قلبت الصفحه يعني بقى اسمه سلفر تراي اوكسايد؟ لا. لما انا اقول لك انت معاك
SO2 اللي هو سلفر دايوكسيد react with oxygen gas produce sulfur trioxide. هنا ده is a compound، ده كده مركب مش radical. المرة اللي فاتت لما انا جيت قلت لك انت معاك صوديوم سلفايت SO3، ال SO3 هنا مكتوبة في قلب ايه؟ الكومباوند، يبقى دي اكت از ايه؟ راديكال، يبقى دي تسلف اللي جنبها كام؟ اثنين، فتبقى صوديوم سلفايت، يعني ده يبقى اسمه الصوديوم سلفايت، ولكن لما يتحط كده ويتكتب تحتيه كده جي يبقى ده جاز، يبقى ده بقى كومباوند مع نفسه مش راديكال، يبقى ايه اسمه ايه؟ سلفر تراي اوكسايد، وده يبقى اسمه سلفر ايه؟ دايوكسيد. طب دي تخلينا نخش في معلومه ثانيه. عاوز اكتب الومنيوم اوكسايد، ايه رمز الالومنيوم؟ ايه ال؟ ايه رمز الاكسجين؟ او من الاوتو. ليه؟ ده انا بقول لك الومنيوم اوكسايد ما قلتش اكسجين جاز. حلو؟ الالومنيوم قلنا بيسلف كام؟ ثلاثه. والاكسجين اثنين. عسل. انا كده هسميه الومنيوم تراي اوكسايد، او هسميه الومنيوم تراي اوكسايد، او هسميه الومنيوم اوكسايد. اسميه انهي اسم من الثلاثه؟ اشمعنى؟ طب ما انت هنا حطيت لي لما لقيت ثلاثه قلت لي ده اسمه تراي. حلو قوي. لو انت فاكر قشطه، ولو مش فاكر تعال نعرف الحوار. انا ساعات المركبات بتاعتي احط فيها ارقام، والارقام ممكن تتكتب بالطريقه دي اللي هي اللاتين، وممكن تتكتب بالحروف الانجليزي داي وتراي وتترا والليله دي، وممكن ما نحطش خالص. هو على اساس انت بتحدد كده. ببساطه لو انت جايب ميتال عادي خالص مع نون ميتال عادي خالص زي الومنيوم واكسجين، حلو؟ الالومنيوم والاكسجين ده ميتال طبيعي ونون ميتال ايه؟ عادي ما فيهمش عليها حوار، فساعتها تسميها الومنيوم اوكسايد. ولكن في البريودك تيبل كده في اليمنت محشوره في النص في الترانزيشن اليمنت، فاكرينهم اللي هم الدي بلوك. الدي بلوك دول كنت خدت عنهم في الترم الاولاني في ثانيه ثانوي ان دول ليهم مالتيبل اوكسيديشن ستيت. مش فاكر يعني ايه مالتيبل اوكسيديشن ستيت. توز دول بيبقى ليهم ارقام كتيره. يعني ايه ارقام كتيره؟ يعني انا لو جيت قلت لك انا عاوزك تكتب لي ايرن اوكسايد، ايه رمز الايرون؟ اف اي. والاوكسايد او. كده الرمز اتكتب صح. حد معترض؟ مش عارف. بس هتدرس اصلا في تشابتر 1، يعني حكايتنا في الكيمستري بتبدا في تشابتر 1 عن الترانزيشن اليمنت، ومين ليه الترانزيشن اليمنت الفيرست مين اللي هما في السطر الاولاني بس اللي هما بتوع ال 3 دي، وهنفتكر الكلام ده كله دلوقتي. 10 اليمنت الشابتر كله عمال يحكي عليهم. ده بالعكس بقى، ده ال 10 اليمنت دول هنتكلم في درسين عن ال 10 اليمنت ان جنرال، ونمسك في الدرسين التانيين الحديد بس بنتكلم عنه درسين كاملين. هتعرف ان الحديد ليه من اشهر الاوكسيديشن ستيت بتاعته الاف اي بيبقى بوزيتيف 2 او بيبقى بوزيتيف 3. ليه اوكسيديشن ستيت تانية؟ اه ليه اوكسيديشن ستيت تانية. تمام؟ ماشي. انا دلوقتي هعرف الحديد ده اللي هو كام؟ معرفش.
لازم في السؤال اقول لك ايرن تراي. طب ممكن اقول لك ايرن تراي؟ تعال اقول حاجه، لو انت بتتكلم عن ترانزيشن اليمنت يبقى لازم تعرف الاكسديشن نمبر بتاعه او يكتبه لك بالطريقه دي اللاتن، ما يكتبهاش كده ابدا، لازم تكتب لاتن. والارقام دي بتعبر مش عن عدد اللي بعدي، ده عن فيلنس مين اللي قبلي الترانزيشن. واحد يجي يقول لي هتفرق؟ اه هتفرق. ليه بقى؟ تعالى كده نتخيل، مش هنا قلت لي ان الحديد ده كام؟ تراي. بيسلف اللي جنبي كام؟ ثلاثة. طب والاكسجين؟ اثنين. طب ما هتقول لي ما هو قال لك عدد اللي جنبك ثلاثة. طب لو انا قلت لك ايرن داي اوكسايد اف اي او، الاو بتسلف كام؟ والاف اي ايه اللي جرالها؟ شالوا مع بعض. يبقى ده مش بيقول لك عدد اللي بعدك، ده بيقول لك مين؟ الفالنس اللي قبلي. بص يا معلم، احنا النهارده انا اساسا لازم الحاجات دي تبقى في بالي. لو انا طلعت بالارضيه صح هتلاقيك شغال في الكيمياء، اه معلومات جديده اكيد عمرك ما سمعت عنها، بس الدنيا ماشيه. ابقى اقول لك ابسط حاجه، اكتب مركب. يعني ازاي في ثانويه عامه ما بتعرفش تكتب كومباوند؟ او ازاي بتقلق وانت بتكتبه؟ انت لازم تفهم كل التفاصيل البسيطه. طب لعبه ثانيه، لو انا جيت قلت لك عاوز اكتب مثلا كروميوم تراي اوكسايد، خلاص عرفناه، ما كروميوم ده ترانزيشن اليمنت، يبقى سي ار وي او. طب الاكسجين سلف اثنين والكروميوم سلف كام؟ ثلاثه. يبقى في حاله الترانزيشن اليمنت بنكتبها كده، بس في حالات ممكن اكتبها بطريقه الحروف الانجليزي هتكلم فيها حالا، بس اقول لك الحاله الاساسيه اللي انت يكتب كده، وفي بعض الحالات ازاي نكتب اللي انا بقوله. بمعنى انا عرفت امتى هكتب دي صح، طب امتى دي بقى تتكتب؟ قال لك اول لقطه ان يبقى عندك نون ميتال مع نون ميتال. يعني ايه؟ يعني المنظر ده، ما هو هو ده ايه ده؟ سلفر نون ميتال ماسك مع مين؟ اكسجين نون ميتال. فانت ساعتها بتسكر عدد النون ميتال التاني، يعني التراي دي مش فالنس اللي قبل المره دي، ده عدد مين اللي بعدي. لما قلت داي هو مين الداي؟ الاكسجين. ده انت في حضانه عارفها، هو ده اسمه ايه؟ ليه بتقول داي؟ عدد الاكسجين اتنين، انا معايا كربونايا واتنين ايه؟ اكسجين. حلو. يبقى انت لو معاك نون ميتال مع نون ميتال اهو سي او 2، تقول اسمه ايه؟ كربون داي اوكسايد، صح؟ لا مش صح، ما تكتبهاش كده، ما تتكتبش بالارقام اللاتيني، لازم تتكتب بالحروف داي. طب في ساعات في الترانزيشن اليمنت يجي يقول لك تي اي او 2، حلو، هو وارد ان انت تحلها غلط دلوقتي عادي، بس ان شاء الله كمان شويه هتحلها صح. تقدر تقول لي ده اسمه ايه؟ ده تيتانيوم مبدئيا، وده اكسجين، لو هسميه اسميه ايه؟ تيتانيوم دايوكسيد. داي لاتيني ولا انجليزي؟ كده ولا كده؟ حلو. وده مش الطبيعي، يعني مش الطبيعي اصلا ان انا اقولها ايه؟ تيتانيوم داي اوكسيد، بس بنكتبها كده ساعات وما بنقولش لا. طب انا لو عاوز اكتبها بالحروف او الارقام اللاتيني اكتبها ازاي؟ ايه؟ لا، تيتانيوم ده ترانزيشن اليمنت، يعني لازم تذكر عدد ايه؟ الاكسيديشن نمبر بتاع مين؟ تيتانيوم، صح كده؟ طبعا انت مش فاكر اللعبه دي
وهنتكلم فيها في اخر الانترو. بس تعالى افكرك بحاجه، الاكسجين ده كان الاوكسيديشن نمبر بتاعه بيبقى شبه الفالنس بكام؟ نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 ومعاك منه كام واحده؟ 2. والمركب ده لازم يساوي بكام؟ لازم يتساوي بالصفر كله، ما المركب نيوترال، شغل اوكسيديشن نمبر ثانيه ثانوي. هنفهمه وهنفتكره بالتفصيل حالا. يبقى معناها التيتانيوم ده لازم بكام؟ بالظبط ده بوزيتيف 4. بص خدعك ازاي؟ يبقى التسميه بالارقام اللاتن تتقال تيتانيوم تترا اي في، معناها تترا اوكسايد. يعني بتاخد التسميتين؟ اه. ايه ده احنا بنهري يعني؟ لا ما تقلقش. عارف زي مثلا ايام الكورونا كنت بتغسل ايديك بايه؟ اسمه ايه؟ تروح الصيدليه تقول له هات لي ايه؟ ايسايل الكحول. عارف؟ لو قلت لي يا عشري هات لي ايسايل الكحول هيجيب لك المضروب. بس لو قلت له هات لي ايثانول هو هو الايسايل الكحول على فكره، هيجيب لك النضيف عشان حاسس ان انت ايه؟ فاهمه. اصل الكحول ليه اسمين، عادي ايسايل الكحول وايثانول، مفيش مشكله. نفس الكونسبت هنا، ممكن تقول تيتانيوم بس لو قلت ضاي انت بتقول عدد مين؟ الاكسجين، فلازم تكتبه حروف ايه؟ انجليزي. ولكن لو هتقول بالارقام اللاتن لازم تقول مين؟ اللي قبلي، اوكسيديشن نمبر اللي قبلي. عسل تترا. تمام. هقول لك حاجه، دايما في الاول انت بتتخيل ايه ده الموضوع ده؟ الموضوع عبيط جدا، ولو انت في معلومه مش عارفها هو لمجرد بس ان انا سابقك سنه، بس هتبقى اشطر مني واحسن مني ما تقلقش. كل الداتا دي هتتعاد لك 1000 مره طول ما احنا ماشيين طول السنه. ما تتخيلش ان الحوار ده تقيل. طيب تعال نخش على حكايه ثانيه. الاسيدز. ماشي الاسيد. الاسيد ده يا معلم، الاسيد انا بتخيله او بقسمه لنوعين. في اسيدز بتبقى مفضوحه. يعني ايه مفضوحه؟ بنقول عليها دي يا معلم هالوجينيتد اسيد. اسيد مفضوحه. يعني ايه هالوجينيتد اسيد ومفضوحه؟ هالوجينيتد من الهالوجين، مين الهالوجين؟ فلورين، كلورين، برومين، ايودين. مبدئيا دول جروب الهالوجين اللي هو جروب 17 او 7 ايه؟ بيسلف اللي جنبيه كام؟ واحد. فالنس بتاعت 17 او 7 ايه بكام؟ واحد. طب هات الاتش. الاتش بتسلف واحد والاف بتسلف واحد، فكتب اتش اف. ادي اتش وادي اتش وادي اتش، وكل مسلف ايه؟ وحيد وحيد، فتشطبوا او ما بيتكبوش. لو حبيت اسمي ده اقول ده اسمه هيدرو فلوريك اسيد. هيدرو كلوريك اسيد. هيدرو بروميك اسيد وهيدرو ايوديك اسيد. ليه انا بسميه مفضوح؟ ما انا نطقت الاتش، يعني قلت لك هيدرو فلان. عشان كده انت عمرك ما هتنسى في الاسيد ده ان لازم بيبدا بحرف ايه؟ الاتش. ولكن في اسيد بتتعمل من الاتوميك جروب او الاتوميك راديكال، فاكرينها؟ اهم بص كده، مش دي كانت الجروبس اللي معاك؟ انا هنقي شويه جروبس، هاخد ده وهاخد ده وهناخد ده وهناخد ده. هنحط قبلها اتشات، النيتريت، الصلفيت، الكربونيت، والفوسفيت.
طب اشمعنى دول؟ يعني الباقيين ما ينفعوش؟ لا هينفعوا، هقول لك ليه خدت دول وما خدتش دول، بس دول اللي انا عاوز اشتغل عليهم الاول. تمام؟ تعالى كده معايا. انا هجيب، قلت لك النيتريت ال ان او 3 و ال اس او 4 سي او 3 بي او 4 يلا مع بعض. حط اتش، ربنا يسامحك، ماشي حط اتش. ال ان او 3 بتسلف كام؟ واحد، والاتش واحد، حط اتش. السلفيت بتسلف كام؟ اتنين، حط اتش. الكربونيت اتنين، حط اتش. الفوسفيت عسل جدا. لو جيت اسمي الاسيد ده النهارده ده مش مفضوح، يعني ما اقولش هيدرو سلفيت، ده اسمه ايه على طول؟ ده مثلا اقول عليه نيتريك اسيد، ما اقولش هيدرو نيتريك اسيد. يبقى مين اللي نقول فيه حرف الاتش؟ الهالوجينيتد اسيد، لكن هنا ما نقولش اتشات. طب ده 100 100 سلفوريك اسيد، طب وده كربونيك اسيد، والاستاذ ده فوسفوريك اسيد. واحد قاعد، طب انت نقيت على مزاجك شويه راديكالز، اشمعنى الباقيين ما ناخدهمش؟ صح؟ يعني ليه ما تقولش هاخد ال NO2 بدل ما انت خدت النيتريت؟ انا عاوز اخد النيترايت، مش هيطلع اسيد؟ هيطلع على فكره اسيد، اسمه النيتراس اسيد، بس ما بنتكلمش عنه. ليه؟ علشان الاسيد اللي بتطلع من المجاميع الثانيه دي تاخدها بقى بالتفصيل في الاناليتيكال كيمستري بنقول عليها سيرمالي انستيبل. واشهر واحد في السيرمالي انستيبل انت قابلته في حياتك كلها كان الاستاذ ده، كربونيك اسيد. هو ده اللي بيجرى لما بيتسخن او مش يتسخن. انت لو جبت ازازه 7 ايه اللي بيحصل فيها لو انت سبتها كده؟ هتتفك الميه ويه كربون دايوكسيد. يعني الاستاذ ده مش ستيبل اصلا، ده يتفك الميه ويه كربون دايوكسيد. فانت لو حاولت تعمل من اي راديكال تاني اسيدز ايه اللي هيجرى لها؟ سيرمال انستيبل بتتفك. فما بنهتمش بالتسميه بتاعتها عشان اصلا هي ملهاش معادلات عندنا في الكيمياء. يعني هي اصلا لما بتيجي تخرج بتخرج مالها؟ مكسره مفككه. فعشان كده ما بنشتغلش عليها. لكن اي حاجه من التانيين تقدر تطلع منها ايه؟ اسيدز براحتك. ماشي. انا عارف اللي انا هعمله دلوقتي هيخليك ايه؟ تشتم، بس عادي يا عم. بص بقى الحته اللي جايه دي، لو انا قلت لك معاك اتش سي ال اسمه ايه؟ ماشي اراني، عاوز يقول هيدروكلوريك، بس انا هقولها هيدروجين كلورايد. عندك منع؟ مين الصح؟ الاثنين صح. ليه الاثنين صح؟ تعال اقول لك. لو انا قلت هيدروجين كلورايد تلاقي مكتوب كونديشن جاز، يعني دلوقتي ده بقى يعتبر ايه؟ جاز. ولكن لما انا اقول لك هيدروكلوريك اسيد يبقى الكونديشن هنا ايه؟ اكواس او ليكويد. ايه ده الكونديشن بيفرق في التسميه؟ اه. يبقى على حسب انا كاتبه لك هنا جي، يبقى ده يتنطق هيدروجين كلورايد جاز، يعني وكانك جبت ازازه اتش سي ال فتحتها فطلع بخار. البخار اللي طالع قدامك ده، الدخان اللي طالع قدامك، ريحه الاسيد اللي انت شمتها بقى اسمه ايه؟ هيدروجين كلورايد. ولكن الميه اللي جوه دي هي الاسيد شخصيا اسمها ايه؟ هيدروكلوريك اسيد. حلو؟ ماشي. حكايه كمان، دلوقتي انا اتعلمت ازاي اكتب مركباتي. طيب اي مركب هو بيتقسم لحته بوزيتيف وحته ايه؟ نيجاتيف.
يعني انا دلوقتي لو جه مكتوب لك كونديشن سوليد او بي بي تي او ليكويد فيبر جاز، كل الكونديشن دي تتكتب تحت المركب، المركب ده ما بيتقسمش، عشان احنا عاوزين نفتكر حاجه دلوقتي اسمها ازاي تعمل ايونيك ايكويشن، احنا هنحتاجها بعمق قوي السنه دي. فانت لو لقيت اي حد مكتوب تحتيه الحاجات دي، المركبات دي ما بتتكسرش، امال انهي مركب اللي يتكسر؟ اللي كتب تحتيه كلمه ايه؟ ايكوس. طيب لو انا قلت لك معاك ان ايه 3 بي او 4 صوديوم فوسفيت، الصوديوم فوسفيت ده لو حبينا نكسره نكسره من هنا، دي تبقى ايه؟ بوزيتيف ودي نيجاتيف. ايه البوزيتيف ايون اللي طلع لك؟ صوديوم. بس خد بالك من شويه معلومات، الصوديوم ده انت معاك منه 3 ان اي، ما تقوليش انا معايا ان اي 3، انت معاك ان اي كام واحده؟ 3، فتتكتب قبلها مش بعديها، ويتكتب هنا بوزيتيف، وما دام هي قبلت ان هي تتقسم يبقى هي اصلا كان مكتوب تحتها هنا ايه؟ ايكوس، والاين اللي بيطلع ده لازم يتكتب تحتيه ايه؟ ايكوس. وهنا بي او 4 وعليها من فوق نيجاتيف 3 وتكتب ايكوس. تاني اجيب حاجه فيها ارقام كتير، يعني اقول لك معاك مثلا الومنيوم سايوسلفيت. حد فاكر السايوسلفيت كان ايه؟ لسه قايلينه من شويه، S2 جدع O3. الومنيوم بيسلف كام؟ 3. سايوسلفيت ماشي، ما تنساش البراكت كتبت لك تحتيه ايكوس. يلا اكسره، يتكسر من هنا بوزيتيف و نيجاتيف، معاك كام ال؟ يبقى 2 اي ال صح؟ بوست صح؟ ايكوس كده، انت الحمد لله كتبت الاين صح. معاك 2 الومنيوم كل واحده عليها تشارج كام؟ بوست 3، ومكتوب تحتها ايه؟ ايكوس ساي سلفيت S2O3. معايا منه كام واحده؟ يبقى احط الثلاثة براكت. وايكوس. تعالى افهمك حاجه، انت كاتب الاينز بتاعتك مظبوطه بالشعره. اصل المركب ده لازم يبقى ايه؟ نيوترال. يعني لازم اجمالي البوستيف واجمالي النيجاتيف قد بعض عشان يطلع بصفر. انت معاك كام بوستيف؟ 3 بوزيتيف في 2 يبقى توتال 6 بوزيتيف ايونز. ومعاك كام نيجاتيف؟ معاك ادي نيجاتيف 2 في 3 يبقى نيجاتيف 6، يبقى انت كاتب ايونز مظبوط. حلو؟ ماشي، انا عاوز بقى اكتب الايكويشنز. ايه؟ انهي 2؟ طب ما هو النيجاتيف 2 ما موجودين اهو، ما انا بقول انا معايا من السايوسلفيت ده الواحده عليها كام؟ نيجاتيف 2، انا معايا منها كام واحده؟ يبقى التوتال النيجاتيف اللي عندي صح كده؟ حلو. طيب اللي بعده، لو انا جيت اقول لك او لا عشان نكتب براحتك، انا عاوز اكتب ايكويشن، نتعلم نكتب الايكويشن. احنا عندنا ثلاث انواع من الايكويشن اللي هنتكلم فيهم النهارده، نيوتراليزيشن بريسيبيتيشن والبيرنينج، وهنتعلم نعمل لهم بالانس. في نوع اسمه الريدوكس مش هتكلم فيه خالص دلوقتي، ريدكشن اوكسيديشن ايكويشنز مش هتكلم فيها دلوقتي خالص، خليها لما ايه تيجي في وقتها نبتدي نتعمق براحتنا. الايكويشن الاولى النيوتراليزيشن،
نيوتراليزيشن من اسمها يعني يحصل ايه؟ تعادل. تعادل ما بين مين ومين؟ اسيد والكلي. وطبعا دي معلومه مش تفرق معاك قوي، بس الفرق ما بين الالكلي والبيز ان الالكلي هو بيز بس ده في ايه؟ ميه. تمام؟ يديني سولت بلس ووتر. اسيد الكلي يديني سولت بلس ايه؟ ووتر. ارزع اسيد. لا هات اسيد يا عم، هات اسيد. يعني جيب لي اسيد ثيرمالي انستيبل متهان لوحده، نقول فوسفوريك سلفوريك سلفوريك H2SO4. حد فاكر الالكالي او البيز كان بيتميز ان هو بينتهي بايه؟ اشهر انواعه يعني، هو في منه انواع كتيره بس اشهر انواعه OH. خش نقول مثلا هنرياكت مع ايه؟ من عينيا مش هزعلك، صوديوم هيدروكسيد هيديني سولت بلس ووتر. شغل حضانه. نقول دايما اللي بره مع اللي بره واللي جوه مع اللي جوه، صح؟ يعني من الاخر هتديني ان ايه؟ السو 4. بس ما تنساش ان السلفيت بتسلف 2، وهنا اتش مع او اتش يديلك اتش 2. مش عاجبك الارقام هنعمل لها بالانس حالي. نفتكر طرق البالانس. طريقه البالانس لما بنيجي نعمل البالانس ايكويشن، سيبك من شغل بقى اولى ثانوي، خليك شخص بروفيشنال. دايما بوزن اللي موجود مرتين بس في المعادله، ده اللي ابدا بيه. يعني ايه اوزن اللي موجود مرتين في المعادله؟ يعني لو جيت تبص على الهيدروجين موجود كم مره في الايكويشن بتاعتك؟ ثلاث مرات، مره اثنين ثلاثه، ابعد عنه. اكسجين أربع مرات، ده عذاب. لكن الصوديوم موجود كم مرة؟ مرتين، صح؟ الصوديوم موجود لك مرة هنا ومرة هنا. خلاص ده اللي أبدأ بيه، معاك هنا اتنين يبقى حط لي هنا اتنين. طبعًا الاتنين بتحط جنبيها مش تحت، خلاص اللي تحت ده بتاع مين؟ فيلنسز. اللي بعديها مين؟ واحد يقول لي السلفر، واحد يقول لي السلفيت، مش فارقة. علشان في المعادلة اللي زي دي انت كده كده كان معاك SO4 خرجت SO4. عاوز تشتغلها بطريقه نمطيه قوي، معاك كام اس هنا؟ واحده. خرجت بكام اس؟ مظبوط. مين اللي يجي بعد السلفر؟ هيدروجين. عشان هيدروجين موجود ثلاثه لكن الاكسجين موجود ايه؟ اربعه. يبقى انا اشتغل بمين في الاول؟ الهيدروجين. ادي هنا اثنين وهنا كام؟ اثنين. ما تقوليش معايا واحد، ما انا حطيت البالانس. يبقى بقى توتال أربعة، يبقى أحط هنا اتنين، صح؟ طب بعديها أكسجين هتلاقيه ظبط لوحده عشان أنت شغال صح، بتطلع بالعمارة بتاعتك دور دور. الأكسجين هنا أربعة وهنا اتنين، ستة، أربعة واتنين، بقت بالانس. يبقى ده السيستم اللي تشتغل بيه في البالانس. تمام؟ نعمل واحدة تانية، حاجة اسمها البريسيبيتيشن رياكشن. وبعد ما هعمل الاثنين دول هشتغل عليهم على طول ايونيك، عشان نبقى لضمنا الايونيك مع كتابة الايكويشن والبالانس. ايه الايونيك يا معلم؟ او سوري، ايه البريسيبيتيشن الاول؟ هتجيب سولت ترياكت مع سولت هيطلع لك بي بي تي بس. سولت مع سولت. ودي معادلات عادي، انت لما هتدرس اناليتيكال كيمستري هتبقى اشطر مني في البريسيبيتيشن رياكشن ده، ده مش حوار اصلا. هجيب لك معادله من الاناليتيكال، هقول لك يا معلم عندي ايرن كلورايد، ايرن تراي كلورايد، حلو؟ ايرن رمزه اف اي، كلورايد بالمره، معلومه على الماشي يعني. هو امتى اقول ايد وامتى اقول ايت وامتى اقول ايت؟
امتى اقول ايد وامتى اقول ايت وامتى اقول ايت؟ لا شكرا. ده نون ميتال في قلب كومباوند. يعني ايه نون ميتال في قلب كومباوند؟ يعني اما اقول لك مغنيسيوم اوكسيد نون ميتال لوحده مش راديكال، اقول لك ايرن تراي كلورايد يبقى ده نون ميتال لوحده، اقول لك مثلا اي ال نقول مثلا ايه او خليها كده ام جي 3 ان 2 تعرف تسميه ده ايه؟ جدع مغنيسيوم نايت رايت. خدت بالك من الايت دي؟ ده نون ميتال في قلب كومباوند. طب امتى اقول ايت وايت؟ خلاص ما احنا قابلناها عادي. ايت زي ما اقول لك ان او 2 نيجاتيف يبقى ده اسمه نايت رايت. هنا ان او 3 نيجاتيف يبقى ده نايت ريت. يبقى انا مثلا لو قلت لك ده كده اسمه ايه؟ اس نيجاتيف 2 ايد، ده اسمه سلفايد. لكن لو انا قلت لك اس او 3 نيجاتيف 2 سلفايد، اس او 4 نيجاتيف 2 سلفيت. يبقى في فرق ما بين ايد وايت وايت. اول لما تلاقي ايد اعرف ان انت تكتب حرف بس، حرف النون ميتال بس، ما تحطش جنبيه اي اكسجين. ايت وايت شوف بقى ده بياخد اكسجين كام. نرجع لكلامنا ايرن ترايكلورايد. ايرن او خليها كده اها ايرن تراي كلورايد. ده يتكتب ازاي ده؟ نعم اف اي سي ال 3. اصل التراي دي بتعود على مين؟ الايرن. رياكت ويز صوديوم هيدروكسيد ان اي او اتش. يلا نكمل معادلتنا، اللي بره مع اللي بره واللي جوه مع اللي جوه، يعني هيدي لك ان اي سي ال بلس ده مع ده يبقى اف اي او اتش براكت كام؟ 3. لما هتخش انت في قلب المنهج ده هتعرف ان ده صدى الحديد، وحتى بنقول عليه لونه ريدش براون بي بي تي. يعني ده عباره عن ايه؟ راس بي بي تي. يبقى دي البريسيبيتيشن رياكشن. على فكره اسهل معادلات في الكتابه النيوتراليزيشن والبريسيبيتيشن. دي المعادلات اللي سهله جدا وانت بتكتبها ومفيش اعبط منها وانت بتعمل لها بالانس. يلا نشتغل بالانس. هتبدا بمين؟ ابدا باي حاجه. ما كلهم موجودين مرتين. ادي الحديد ادي هنا مره وهنا مره مش مظبوط؟ بعديها سي ال هنا 3 وهنا ايه؟ حط 3 صوديوم هنا 3 وهنا 1 حط 3 اتظبطت عسل. طب انا قلت لك احنا هنشتغل حاجه اسمها ايونيك ايكويشن. لو انا جيت على الايكويشن اللي فوق اكيد مين اللي هيتكتب تحتيه حاجه غير ايكواس؟ الميه. اكيد هنرزع تحتها كلمة ايه؟ ليكويد. يبقى مين اللي مش هيكسر؟ المية. يعني انت لو بصيت على ده هيتكسر لايه؟ بوستيف نيجاتيف. انا بكسر بوستيف نيجاتيف ولكن لسه ما حطيتش النيجاتيف كام او البوستيف كام، ولكني بكسر كده بسرعة عشان ننجز وقتنا وانت بتحل في الامتحان. طب وده بوستيف نيجاتيف وده بوستيف نيجاتيف، اكيد دول كلهم مكتوب تحتيهم
اتيو. لو لقيت حاجة متكررة قبل السهم وبعد السهم كنا بنعمل فيها ايه؟ شطبها. اللي متكرر قبل وبعد في الايونيك ايكويشن تشطب. يعني لقيت سلفيت اهي وهي سلفيت، ولقيت الصوديوم اهو وهو صوديوم، مين اللي اتبقى لك؟ بس بدقة بقى، هنا بعد السهم كان مين؟ خليك دقيق. 2H2O ليكويد. طب مين اللي قبل السهم وخليك دقيق وانت بتكتب الايون؟ 2H بوزيتيف، ادي هنا معايا H ومعايا منها كام؟ 2، يبقى 2H ايه؟ بوزيتيف، لسه فاضل لها شعره. وش؟ ما دام كتبت ايون يبقى لازم تكتب لها ايه؟ ايكوس. طب ومين تاني؟ 2 بلس 2 او اتش نيجاتيف وايكوس. يلا على دي، هات لي النت ايونيك ايكويشن. نعم؟ استحاله. الاثنينات دي؟ استحاله، ده بالانس. وده كده معناه ان انت كان معاك 2 اتش بوزيتيف مسكوا مع 2 او اتش نيجاتيف طلع لك 2 اتش 2 او، ده بالانس. دي نت ايونيك ايكويشن وبالانسد. طب تعالى على دي. ده اللي مكتوب عنده بي بي تي. ايه؟ يعني ايه انت تشطبه؟ ايه؟ ما بيتشطبوش، ده بالانس. بالانس استحاله يتشطب. مفيش حاجه اسمها ان بالانس يتشال. طيب دي مكتوب تحتها ايه؟ ايكوس. ودي؟ ودي؟ برضه ما تقلقش، لما تخش في الاناليتيكال كيمستري تخش في عمق المنهج هتعرف ان اي صوديوم سولت ار سوليبل ان ووتر، اي ملح فيه ان ايه؟ اكيد ماله؟ دايب، فاكيد مكتوب عنده ايكوس. بس انا غششتك اقول النهارده ان ده البي بي تي. اكسر بوستيف نيجاتيف، اكسر بوستيف نيجاتيف، اكسر بوستيف نيجاتيف. مين اللي هيتشطب؟ صوديوم مع الصوديوم، سي ال مع السي ال. ايه اللي اتبقى؟ اف اي، اف اي. اه مصحصح، بوستيف 3 داير نيتراي ايكوس بلس 3 او اتش نيجاتيف وايكوس يديني او اتش براكت 3. اكتب سوليد او بي بي تي على حسب ما هو قايل لك في السؤال. نعم موجوده. ما انت 3 ان ايه اتشالوا مع 3 ان ايه، و3 كلورين اتشالوا مع 3 كلورين، صح كده؟ حلو. فاضل حاجه في الايكويشن ويبقى كده خلص الحوار ده. ايكويشن البيرني، وهجيب ايكويشن فيها بالانس مطور عشان نجيب الحوار كله. لو انا قلت لك معاك ايثانول سي 2 سي 2 اتش 5 او اتش، عملت له بيرن. اول ما يقول عملت بيرن الاورجانيك كومباوند الف ب، ايه اللي حصل؟ بلس ايه؟ اكسجين، ويطلع على طول ده من غير ما نفكر، قاعدة أساسية احفظها كده. حرق أي مركب أورجانيك يتحرق يبقى بلس أو 2 ويطلع كربون دايكسيد ومية، ألف به كده. طيب لو أنا هعمل بالانس أبدأ بمين؟ كربون. معاك كام واحدة؟ 2. خرجت بكام؟ حط 2 بعديها هيدروجين. خرجت ابتديت بكام؟ 6. خرجت حط 3. معادلات البيرنينج انت بترياكت مع الاكسجين، يعني من الاخر دايما اللي هيكون خربان هو الاكسجين. ومن الاخر لما هتيجي تعمل لها بالانس وتظبطها هتتظبط من عند مين؟ الاكسجين برضه. بمعنى
انت معاك هنا كام اكسجين؟ هنعدهم فرد. هنا لازم يتعد فرد. تقول انا معايا واحد. تقول انا اها ده بيحصل. معايا واحد زائد اتنين. حلو؟ خرجت بكام؟ سبعة. طب اشمعنى هنا عدتها كلها؟ اصل ظبطة الاكسجين هتيجي عند مين؟ اللي واقف لوحدها؟ بمعنى هنا لو جيت تبص انت عاوز توصل لعدد كام؟ سبعة. معاك منهم كام؟ معايا واحد. ده ما اقدرش اقرب منه. عشان ده لو قربت منه هتبوظ الكربون والهيدروجين. يبقى تشتغل على مين؟ حط جنبيها ثلاثة هنا. بقت اثنين في ثلاثة ايه؟ ستة. خلصت. ستة وواحد سبعة. بالانس. واحدة كمان. سي 4 اتش 10 اعمل لها بيرن يديني او رياكت ويز او 2 يطلع كربون دايكسيد زائد ميه. صح؟ عسل. يلا نعمل بالانس. دي اربعه حط هنا كام؟ اربعه. هنا 10 هتحط هنا كام؟ خمسه. طبعا انا قصد المعادله دي بعينها عشان هتشوف حاجه دلوقتي اكد عليها. معاك كام او؟ اتنين. معاك كام او هنا؟ 13. 4 في 2 8 و 5 يبقوا 13. يبقى الاجمالي هنا كام؟ 13. الاثنين دي تبقى 13 ازاي؟ اضرب في 6 ونص. في بالانس بالانصاص؟ اه ده الف ب. عشان هتعرف اصلا ان البالانس ده او المفروض انت تبقى عارف ان البالانس ده بيعبر عن حاجه اسمها مول، مش هتكلم عنها النهارده خالص. كده انا اللي انا عاوزه من شغل البالانس والايكويشنز والليله دي خلص. تعال نخش على حكايه جديده. ده شغل ابتدائي يا راجل. اضرب في 2 ده ابتدائي عشان تطير الانصاص وتعملها لي مظبوطه، ما عنديش مشكله. ما انت لو ضربت فاكتور 2 هي هي، ايه اللي فرق؟ هتبقى 2 13 8 10. طيب تعال نخش على حوار جديد. ان ايه 11، ان ايه 11، ونقول ايه كمان سي ال 17، ونقول ايه كمان سي اي 20 اسكندنم 21. استحملني شوية. نحط ايه كمان؟ كروميوم 24 كوبر 29. هوزع شغل ابتدائي. عارف طريقة التوزيع بتاعت ابتدائي؟ 11 يبقى 2 8 ايه؟ 10. 2 8 7 100 100. 2 8 8 100 100. 2 8 8 3. معرفش. حد معترض؟ مش ده اللي انت اتعلمته في البداية؟ على فكرة ده هوريك حالا، ده سؤال جه في الثانوية العامة من سنتين. الكونفجريشن بالطريقة دي. 2 8 8 متبقي كام يا عم؟ 18 متبقي 6 and so on. صح؟ خلي اللي انت كاتبه ده اهو، انا مش همسح. اوف بو برنسبل اس اس بس بس دبس دبس فدبس فدب. مش ده اوف بو؟ محتاج المره دي الون. ناخد ايه؟ ناخد لون ايه؟ اسرق؟ ماشي.
كنا لما بنيجي نرقم بنرقم على اساس ايه؟ بناخد الاسات الاول صح؟ نحط هنا 1 باين مش باين. حاضر نمسح عاوزين لون فاقع؟ لون فاقع اخضر. حاضر نحط هنا 1 2 3 4 5 6 7. البي يبدا من كام؟ 2. يبقى هنا 2 3 4 5 6 7. الدي 3 4 5 6. والاف يبدا من 4 5. تاني للي مش عارف او ناسي، لما بتيجي ترقم اوف بو اس تاخد 1 تبدا من 1، البي من 2، الدي من 3، الاف من 4. طب اي اس بتشيل كام؟ اها اي اس 2 2 6 2 6 2 10 6 2. وعيش حياتك بقى. والاف بيشيل كام؟ 14. عسل قوي. عاوز اوزع تاني. خلينا نبدا مثلا من الكلورين، فاك الصوديوم كلورين اس اس بس، وهتقف عند دي صح؟ تعال نعد كده. مش انت خدت 2 2 6، يبقى توتال كام؟ 10. واتنين 12، وهتاخد من البي ده كام؟ 5، عشان يبقى توتال 17. يعني انت هتقف عند الكلورين، هتقف عند مين؟ 3P5 صح كده؟ ماشي. تعالى كده نشتغل. الدور الاول في كام الكترون؟ اهو ما ده الدور الاول في 2. الدور الثاني 2 في الاس و6 في البي، يبقى توتال 8. الدور الثالث ادي الاس اهو في كام واحده؟ 2. والبي بتاعت التالت فيها كام؟ يبقى توتال اهي 17. يلا على الكالسيوم. كالسيوم يا معلم 20. انت لو مسكت لغايه هنا لغايه دي 18، لغايه 3P6 18، 4S2 بقى معاك كام؟ 20 صح كده؟ طب ما تيجي نشتغل. الدور الاول في كام؟ 2. الدور الثاني ال 2S وال 2P. الدور الثالث 3S وال 3P 8. الدور الرابع 2. خش بقى على اللي بعده كده يا معلم. 21 اسكندر. مش انت قفش لغايه هنا 20؟ طب ال 21 اتحط في ال 3D 3D وتحط 1. مش دي اخر واحده مليتها؟ يلا نرسم. قلنا الدور الاول 2 في الاس 1، و2 و6 بقوا كام؟ 8. والدور الثالث 2 و6 8 وواحده 9. الدور الرابع 2. ايه رايك في المنظر ده؟ يبقى ما فيش حاجه اسمها كده الظبطه كده. انت اول درس حكايته عباره عن ايه؟ بيمسك ترانزيشن اليمنت 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 في الفيرست، في السطر الاولاني، اسكندريوم، تيتانيوم، فانيديوم، كروميوم، ايرن، كوبالت، نيكل، كوبر، زنك. ادي رصيت لك ال 10 بتوع ال 3D. يمسك اليمنت اليمنت ويحكي لك عنه حكايه. حلو؟ فيقوم في الامتحان يقعد يلف السيناريو على الحكايه دي. يعني مثلا عندك مادتين من ضمن الحكاوي يقول لك دول فانجيسايد، حاجه اسمها الام ان اس او 4، المنجنيز داي سلفيت، والسي يو اس او 4، الكبر داي سلفيت.
الاثنين دول فانجيسايد. انا اعرف يعني ايه فانجيسايد، ده قاتل للفطريات. بس ده يقتل الفطريات اللي في الميه، حمام السباحه، ميه شرب، قول اللي انت عاوزه حاجه فيها ميه. ولكن ده قاتل للفطريات عام، يتحط على المحاصيل، على الحاجات الزراعيه في الحكايه دي مثلا. فيجي يحكي لك حكايه كده فتستنتج منه ان انا بتكلم على مين؟ على الفانجيسايد بتاع الميه. يبقى انت هتاخد مين؟ فتيجي تقول انا عرفت الاليمنت هو مين؟ الكبر. يوم يجي يقول لك لا انا مش عاوزك تختار كبر. ممكن تختار لي الاليمنت اللي انت عرفته، اختار لي الكونفجريشن بتاعه. فين يكتب لك الكونفجريشن بتاعه؟ بص التناحه بقى. يكتبه لك 2 8 8 مش فاهمين الطريقه دي؟ اللي هو بالبراكت دي. ولا 2 8 9 مش عارف ايه، ولا يقعد بقى يعيش حياته. فانت مش مجرد يخليك تختار الاليمنت. انت مش مجرد جبت القصه اهي انا جبت الكبر، فين الكبر؟ مفيش. ولكن هو عامل لك كونفجريشن بالشكل ده. بمعنى لو انا عاوز اوزع الكروميوم، الكروميوم قلنا 24، مش احنا مسكنا لغايه هنا 20 صح؟ وقفنا عند ال 4 SA 2، بعديها مين؟ 3 دي. نحط كام؟ 4 صح كده؟ فيبقى توتال معاك كام؟ بس اللي يفتكر من السنه اللي فاتت ان كان لازم يقول لك مفيش حاجه اسمها دي يبقى فيه 4. الدي لو بقى فيه 4 ايه اللي يجرى؟ الاس تضحي عشان الدي تعيش، عشان ده نوع من الاستابيليتي يخلينا ابقى ستيبل. فيبقى المنظر المشهد بتاع 4 اس 1 3 دي كام؟ يلا نشتغل. 2 الدور الاول، 8 الدور الثاني، الدور الثالث كده فيه كام؟ جدع. ما قال لك هنا فيه 2 وهنا فيه 6، يبقى دول 8 على جنب. وال 3 دي فيه كام؟ فيه 5، يبقى 8 و5 13. بعديها فنان مصحصح. الدور الرابع مش 4 اس 2، ده بقى 4 اس كام؟ 1. السؤال ده جالهم بالظبط من سنتين وكانت الاختيارات محطوطه. قال لهم 2 8 8 6. عارف لما بنلاقي واحد مختار دي، ده وش بنحاول نديله درجات طول الامتحان. ده يحاولوا يساعدوه باي طريقه، اصل ده مسكين قوي، ده عايش لسه في اطلال الاعدادي. ان الدور الثالث ما بياخدش اكتر من 8، ده الدور الثالث قاعدته 2 ان باور 2 يعني ياخد لغايه 18 اصلا. فده ده مسكين، ده ما جاش. وحط له في الاختيارات 2 8 12 2. عارف ده مين ده بقى؟ ده اللي مركز، اللي عملها 4 اس 2 3 دي 4، نسي يسلف. ويحط له المنظر الجميل ده بقى، ده البرنس اللي مصحصح. اتفهمت اللعبه؟ طب واحده كمان كبر. انا عشان كده منقي لك ارقام معينه، دول اللي فيهم الصياعه دايما في الاسئله في الامتحان. طب واحده كمان الكبر. الكبر 29 توزيعتك ماشي لغايه 3 بي، معاك 20، لا سوري 4 اس، 4 اس 2 كده معاك كام؟ 20. 3 دي كام؟ ايه رايك؟ اخت اللي فوق لازم الاس تضحي عشان الدي تعيش، الدي ما تبقاش ولا 4 ولا 9 ابدا في حياتها، ما تحصلش ابدا. يبقى كده دي بقت 1 ودي بقت كام؟ 10. وساعتها تبقى 2 8 18 1. ده الصح وده الصح. كل ده ايه؟ بلح. ده بلح. تمام؟ نعلي سنه. تعالوا بقى على حته الكونفجريشن بالنيلس نوبل جاز. انا اتخيل يا معلم ان البريودك تيبل بتاعي
حلو. هنا عندي هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون. وركز لي بقى في اللي جاي ده. طبعا من اول هنا معاك بي بلوك، وهنا بيظهر البي بلوك عند الحته دي، وادي الاس بلوك. المره الجايه هنشوفه اكتر بوضوح بالارقام على البريودك تيب. ماشي، وادي كده، ادي معايا سطر اتنين. نعم، حلو. بص بقى يا معلم، ده متقسم، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، ومعمولة بالمنظر ده. يلا كده مع بعض اشوف ايه الفكرة بتاعت النوبل جاز، والمرة الجاية اكد عليها بالتفصيل. فكرة النوبل جاز، لو انت فاكر ده بيريود 1 وده بيريود 2 بيريود 3 بيريود 4 and so on، صح؟ وادي لو انا كتبتهم، ادي الاسكندم، تيتانيوم، فانيديوم، كروميوم، نعمل كده ام ان، منجنيز، حديد، كوبالت، نيكل، ومعايا كوبر وزنك. دول المنظر بتاعهم. لو عاوز اعمل اي كونفيجريشن، انا عاوز مثلا اوزع واحد هنا اسمه كلورين 17، توزيعة اي element according للنيرست نوبل جاز، كنا بناخد انهي؟ ندور على النوبل جاز اللي قبلي مش اللي بعدي. اخد النوبل جاز مين؟ اللي قبلي. مين اللي قبل الكروميوم؟ النين. يبقى سوري، الكلورين اللي قبليه مين؟ النين. يبقى الكلورين ده 17، هاخد مين قبله؟ نيون 10. بعد النيون 10 انزل على انهي سطر؟ التالت. مش التالت ده، ده الاس بلوك وده البي بلوك وده الدي. تعالى معايا، ادي التالت، انت عديت كام اليمنت جوه الاس؟ فتقول 3 اس. كام اليمنت عديتهم؟ 2، يبقى 3 اس 2. بعديها وصلت للبي، ما كانش فيه اي حاجه لغايه لما انا رحت للبي. البي دي بتاعت انهي دور؟ التالت. والاس والبي رقمها من رقم الدور. الاس والبي رقمها من رقم الدور. يعني اقول انا بعديها رحت على الثري بي، عديت كم اليمنت في البي؟ ادي 1 2 3 4 5، يبقى 5 بي. ادي التوزيع. ولو جيت تحسب ارقامك، مش دي 10 و2 و5 7. واحده كمان، لو انا قلت لك انا عاوز اوزع الفانيديوم، ده رقمه 23. الفانيديوم 23، يبقى انا لازم اخد مين؟ النوبل جاز اللي قبلي. طب النوبل جاز اللي قبلي هو مين؟ ارجون 18. ارجون 18 بعد الارجون هتنزل على السطر الكام؟ الرابع. عديت على انهي بلوك؟ اس بلوك. كام اليمنت جواه؟ 2. دخلت على مين؟ الدي. الدي كان رقمها متاخر، فتقول 3 دي. 3 دي كام؟ 1 2 3. رايقه. طب ناخد واحده بعيده، هنا برومين، برومين 35 والكريبتون 36. ما تيجي نوزع البرومين. البرومين 35 اهو، يلا يا معلم، برضو ارجون، ارجون 18 بعديها
4 اس وعدينا 2 1 2 بعديها 3 دي وعديت كل دول دول 10 فتقول 3 دي كام؟ 10 بعديها رحت على البي والبي رقمها من رقم الدور الدي هي اللي متاخره ولكن البي والاس نفس الرقم فتقول لي 4 بي 4 بي كام؟ 1 2 3 4 5 لو جيت تعد 18 و 22 و 15 35 طب واحده اخيره ايه؟ مش هنلجأ لها بس الاف طبعا متاخره باثنين لو انا جيت اقول لك اسكندنم او بلاش هاخد تيتانيوم ده برضو من ضمن الاسئله اللي بتظهر لكم على طول في الحته دي ممكن نوزع التيتانيوم اهو اوزعه ازاي ارجون 18 4s 2 احنا نزلنا على 4s عندنا 2 بعديها 3d 2 هحكي لك النهارده عن 3 اليمنت اول 3 اليمنت اسكندنم تيتانيوم فانيديوم حلو من ضمن حكاوي التيتانيوم اللي احنا لسه جايبين سيرته فاكرين رمز التيتانيوم اللي اتكلمنا عنه حكايه صغيره كان رمزه ايه؟ تي اي ها؟ او ايه بقى؟ او 2 حتى انت سميته ايه؟ تيتانيوم دايوكسيد وقلت لك ايه اسم تاني تيتانيوم ايه؟ تترا صح؟ فيجي بص بقى السؤال يجي لك ازاي؟ اللفه اللي يلفها لك ادي تيتانيوم دايوكسيد بص يا معلم اللفه يقعد يقول لك التيتانيوم دايوكسيد ده ككومباوند بيستخدم ككزموتيك ماتيريال في الصن بروتكشن ضد اشعه الشمس عشان بيتعمل في صوره النانو بارتكلز ونقوم لما نحطه على ايدينا يمتص الالترا فايلوت راديشن فيحمينا كصن بلوك فيقوم السؤال يجي لك ازاي هحكي الحكايه تاني دي وكده كده بالتفصيل هحكيها لما اخش في دنيتي ان تي اي او 2 لو جبت اي سان بلوك سان بروتكشن عندك في البيت وقريت من ضمن الكومبوننت اللي مكتوب عليه هتلاقي مكتوب التي اي او 2 التيتانيوم دايوكسيد او تتراكسيد باللاتيني حلو حكي لك يقول لك احنا معانا ترانزيشن اليمنت فاوند ان سان كوزماتيك ماتيريال هيلب فروم السان او بيبقى اكت السان بروتكشن الالكترونيك كونفيجريشن اوف الترانزيشن اليمنت ان السن بروتكشن حلو ممكن يبقى ارجون 18 4s2 ارجون 18 4 او مش 4 3d2 ممكن يبقى ان اي 10 3 اس 2 3 بي 2 ممكن يبقى ان اي 10 تعال احكي السؤال تاني السؤال بيقول لك ايه جالهم بالنص في الامتحان ده سؤال امتحان قعد يحكي لهم ويقول لهم احنا عندنا اليوز اوف ترانزيشن ميتال in its compound act as sun protection. What is the electronic configuration of this transition element في السن بلوك ده؟ تعالى كده سؤال. لا وفي اختيار تاني كان طبعا مكتوب لك او هو مكتوب لك فوق، يعني ده كان مثلا اعتبر ده اختيار رقم واحد، ده اختيار رقم اثنين، ده اختيار رقم ثلاثه، وهات ده اختيار رقم اربعه فكك من ده خالص. حلو؟ ماشي ثلاثة في ناس كتيرة بتختار ثلاثة مش عارف ممكن يبقى صح ولا غلط أنا بتكلم عن التيتانيوم
وهو في انهي مركب؟ في التي اي او 2. ما هو ده موجود في ماده السان بروتكشن، السان بلوك. انا لا انا بقول لك what is the electronic configuration of this transition element in sun block. طيب ايه رابع واحده؟ مركز جامد. ليه بقى رابع واحده جدع؟ اولا هو جه اشتغل على التيتانيوم بايوكسايد اللي هو اسمه تيتانيوم ايه؟ تترا. تترا باللاتيني، ما احنا لسه قايلينها. يعني معناها الاكسيديشن نمبر بتاع التيتانيوم بكام؟ بص 4. يبقى هو خسران مين؟ 4. طب سؤال قبل ما خسره الاربعه، لو انا عاوز التيتانيوم في الشكل ده اهو يخسر 2، يبقى بص في 2 بس، هيخسر انهي 2؟ الاس ولا الدي؟ البعيد يخسر الاول بتاع الاس الفور اس، بعد كده يخسر بتاع مين؟ ال 3 دي. عسل. لكن هنا التيتانيوم كان عامل ايه بقى؟ ده ما كانش داي. انت اتضحك عليك بكلمه تيتانيوم داي، داي ده انجليزي، لكن اوكسيديشن نمبر لاتيني قال لك ان هو خسران 4. عشان كده في ناس كتيره يا بتختار دي يا بتختار دي. اولا لو انت اعتبرت ان خسران 2، لو انت اعتبرت ان خسران 2 ينفع يخسر 2 الدي الاول؟ يخسر الاثنين من الديل الاول؟ يعني الاختيار ده ضعيف قوي، اللي يقع فيه ده ايه ده؟ ازاي؟ يعني انت لو حبيت تغلط اغلط حتى باحتراف. اكيد لو هتخسر 2 هخسرهم من الاس مش من الديل. لكن ده طلع خسرنا 4، انت عارف يعني ايه خسر 4؟ يعني بقى ارجو 200 بس. يعني انا عاوز ارجو 200. لو جيت تبص بقى زي ما عشري ما قال لك على الاستاذ ده. بص كده ده نيون 10، بعد كده نزل على السطر الكام؟ 3 اس، خد فيهم كام واحده؟ بعد كده 3 دي، 1 2 3 4 5 6. يبقى ده بقى ايه ده؟ سوري 6. يبقى ده بقى يعتبر مين؟ ارجون. يعني انا خبيت لك توزيعه الارجون في قلب مين؟ ان ايه؟ اكيد ده سؤال جه مش لسه هيجي. طب ما فيش ارجون في الاختيارات؟ استحاله احط لك ارجون، ده كده ما بقاش سؤال. احنا مش جايين نهزر في ثانويه عامه في اسئلتنا. ده كده، وعاوز اقول لك حاجه ما تتخضش، بس ده كده السؤال اللايت. ما هو بقى ارجون، ما بقى التيتانيوم دلوقتي هو بقى زي مين؟ هو بقى الارجون. مش انت عملت لي بوست فور يعني خسرت دي وخسرت دي؟ خلاص هو بقى ارجون، هو بقى نوبل جاز، شبه النوبل جاز، فيبقى توزيعته توزيعه نوبل جاز. تمام. طيب لعبه كمان، حسبه اوكسيديشن نمبر. نفتكر كده على الهادي قوي قوي، انا مش هخش في عمق كده كده، الدرس الاولاني هيجبرني ان انا اخش في عمق حسابات الاوكسيديشن نمبر والاوكسيديشن ريدكشن. بس انا هاخد المعلومه الايه؟ الهاديه النهارده. انا عندي حاجه اسمها اوكسيديشن وحاجه اسمها ريدكشن. اوكسيديشن يعني يعمل ايه؟ سيبك من الاكسجين، ما تردش عليا بالاكسجين والهيدروجين. وكده كده الاكسجين والهيدروجين هيخليك ترد عليها، ويعني لما نقول يا بس في برانش الاورجانيك. ولكن انا مش عاوز النهارده ارد بالاكسجين والهيدروجين. اوكسيديشن بالالكترونز معناها ايه؟ نقص. بالظبط. يعني اوكسيديشن لوز ايه؟ الكترونز. طب ريدكشن؟ ليه؟ الكترونز. حلو. طب مين اللي يعمل الاوكسيديشن؟ طب ريديوسينج ايجنت. طب مين يعمل ريدكشن؟ اوكسيدايزنج ايجنت. كلام جميل قوي. ماشي. انا الاول عاوز اتعلم الاوكسيديشن نمبر، احسبه ازاي؟
اكيد الاوكسيديشن نمبر لما هنحسبه هنحسبه لمين؟ لو لا لاي اليمنت ليه مالتيبل اوكسيديشن ستيت، عشان من الاخر ده اللي ملوش رقم ثابت، لكن لو اليمنت ليه اوكسيديشن ستيت واحده احسب له ليه اوكسيديشن نمبر. بمعنى زي ما انت قلت ترانزيشن اليمنت، وش ما الترانزيشن اليمنت ليهم ايه؟ مالتيبل اوكسيديشن ستيت، فانا محتاج استخدم الاليمنت اللي حواليا عشان اجيب اللي انا ما اعرفهوش. يعني اشهر مركب هتاخده كي ان ان او 4 بوتاسيوم برمنجانيت، ده مركب مشهور جدا، وده بنقول عليه اشهر اوكسيدايزنج ايجنت. تعالى افهمك. لا 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 فكك من الكلام بتاع حضانه ده، ده انا فاهمك حاجه عاليه قوي دلوقتي. انا قلت لك ده اشهر ايه؟ لازم تبقى حافظها الكلمه دي. لا ده لازم تبقى فاهم ليه اشهر اوكسيدايزنج ايجنت. هعلمك حاجه رايقه قوي دلوقتي، تعالى افهمك يا معلم، افهمك اللعبه. ده في حوار هنا عظيم قوي، وعلى فكره الكلام اللي هقوله يمكن ما قلتوش في الجروبات اللي قبليكم، وهاكد عليه برضو في الجروبات اللي ايه لما نيجي نتقابل الاسبوع اللي بعده. البوتاسيوم ده جروب كام؟ 1 ايه؟ حلو؟ يبقى الاوكسيديشن نمبر بتاعه بكام؟ بوزيتيف 1، ما جروب 1 ايه؟ بوزيتيف 1 اهم. تعالى نرجع كده. ده يكتب فوق دماغه بوزيتيف 1، ده يكتب فوق دماغه بوزيتيف، ده يكتب اللي هو 3 ايه ده او 13 يكتب فوق دماغه بوزيتيف 3، ال 4 ده طز فيه، ال 5 ايه او ال 15 يكتب نيجاتيف 3، نيجاتيف 2، نيجاتيف 1، وده النوبل جاز. تمام؟ ماشي. كي ام ان او 4 البوتاسيوم قلنا جروب 1 ايه؟ يبقى بوزيتيف 1. المركب ده لازم يساوي كام؟ 0. الام ان؟ معرفش. ده الترانزيشن اليمنت بتاعي اللي انا معرفش عنه اي حاجه. الام ان ده ليه مالتيبل اوكسيديشن ستيت، أربعة وخمس أرقام أنت وحظك. طب الأكسجين بكام؟ نيجاتيف 2 في 4، يبقى الإم إن ده إجباري لازم يبقى بكام؟ بص في 7. الإم إن الرقم بتاعه 25. ما تيجي نوزعه بالنوبل جاز. أرجون 18 صح؟ بعدين مين؟ 4S ما بالظبط ليه هتستربع 4S ايه؟ 2 3D فنان؟ ما هو 18 و22 و5 25 ده بيسلف حاجه للثاني. طب هو عامل بوست في ايه؟ يعني ايه بوست في 7؟ لوز 7 الكترون. حلو؟ الاستاذ ده خسران 7 الكترون، يعني هو اتحول بقى ايه؟ أرجون 18. هو ده لو دخل في أي معادلة في حياته تند تو لوز، ده تند تو إيه؟ جين. ما هو أصلاً وصل لنوبل جاز، يبقى هو لو يوم فكر يشتغل في المعادلة تند تو لوز ولا جين؟ جين. يعني إيه تند تو جين؟ أكت أز ما يعرفش غير إن هو يكون أوكسيدايزنج. اصل لو دخل تفاعل وحد قال له هات الكترونات، انا في قلب المركب مالي؟ اصلا خسرت كل الكترونات، ما اقدرش اخسر اكتر من كده، انا بقيت نوبل جاز. عشان كده هو بيطلق عليه ان هو اوكسيدايزنج ايجنت. فاهمين اللعبه؟ يوم لما يجي يشتغل هيعمل ريدكشن ولا اوكسيديشن؟ ريدكشن، ما يعرفش يعمل اوكسيديشن. طب اللي فاهم انا مالي بطبيعته، انا بتكلم عنه فين؟ كي ام ان او 4 بوتاسيوم برمنجانيت، يبقى هو في الحاله دي هو بقى مين؟ هو بقى ارجون 18، بقى شبه الارجون خلاص، فما عندوش ان هو يقدر يخسر اكتر من كده. طب لو انا قلت لك في واحد تاني مشهور قوي اسمه كي 2 سي ار 2 او 7 بوتاسيوم دايكروميت، بوتاسيوم دايكروميت، ما تتخضش
الاسامي دي هنقابلها في اول درس ومكتوبه وهنحكي عليها حكايات كتيره جدا. المركب ده شخصيا تمام، بس على الشغل على المركب عاوز احسب اوكسيديشن نمبر، هحسبه لمين؟ كروميوم. يلا مع بعض، ده مش كله بيساوي الصفر، ده بكام؟ واحد في اتنين، اتنين. الاكسجين كم؟ نيجاتيف اتنين، نيجاتيف اتنين في سبعة بقت ايه؟ يبقى دي بكام؟ ماشي، في واحد سبق وصل للاخر، مبدئيا بقى يطلع بوزيتيف ايه؟ 12 اجباري، عشان يبقى التوتال بوزيتيف 14 ونيجاتيف ايه؟ 14. بس ده مين؟ الاثنين كروميوم، لكن الكروميوم اللي واخده بكام؟ بوزيتيف 6. ما تيجي نلعب، مش كروميوم الواحده بوزيتيف 6؟ الكروميوم دي لو قلت لك 24 ارجون ايتين كام؟ 4 اس 2 3 دي 3 دي 4 جدع. طبعا اول ما تلاقي اربعه دماغك تدور على طول وتقول لي واحد وكام؟ وخمسه. بس هو هنا عامل كام؟ بوستر 6، يعني كده كده ايه؟ خسران دول. ده لو دخل تفاعل كيميائي يبقى ايه؟ هيحصل ريدكشن بس، هيعمل ريدكشن بس، يبقى اكتئاز. تاني اشهر اوكسيدايزنج ايجنت في حياتك. بوتاسيوم برمنجنيت، بوتاسيوم دايكروميت. اساس اوكسيدايزنج ايجنت. ده اصلا بنستخدمه او بيستخدموه بره مصر علشان خاطر لو واحد سايق وشارب خمره، شارب كحول، يوم يقول له انفخ في جهاز فيه بوتاسيوم دايكروميت، اللون بتاعه يتحول من الاورنج للجرين، فمادام هو اشتغل يبقى كان في كحول وحسبه كده ولعبه عندنا ناخدها في الاورجانيك كيمست. ده من اشهر التفاعلات اللي الكروميوم فيها تند تو ايه؟ ليه؟ يقدر يجوز اكتر من كده؟ خلاص هو فضل اللي عنده، هو خلص اللي عنده لعبه كمان. لو انا قلت لك الكومباوند اللي احنا هريناه 100 مره النهارده، تي اي او 2 كانت تيتانيوم، او الاوكسيديشن نمبر بتاعه كان بكام؟ باربعه. خلاص توزيعته، الاستاذ ده بيبقى تي اي، ده بيبقى 22، توزيعته ارجون 18 فور اس 2 3 دي 2، خسر الاربعه، يبقى ده 10 دي 2 جيم. طب حته اخيره، البوتاسيوم برمنجنيت ده بيتحط في وجود السلفوريك اسيد، ودي من المعلومات اللي هتعرفها ان الاوكسيدايزنج ايجنت بنحب نحط معاه يا اسيدك ميديوم يا بيزك ميديوم، مش مهم ليه دلوقتي، بس بيتحط مثلا مع سلفوريك اسيد على ماده مثلا زي الصوديوم. اجيب لك كده مثلا ان ايه؟ ان او 2 ده صوديوم ايه؟ نايترايت مش نايتريت، ويحط عليها سلفوريك اسيد. مش مهم التفاعل ولا التفاصيل بتاعتي ولا الليله دي كلها. فتلاقي الكي ام ان او 4 ده طلع لك معادله مطوله اتحول فيها ال ان اي ان او 2. افهم الكونسبت، مش لازم تفهم المعادله كلها دلوقتي. من ان اي ان او 2 ل ان اي ان او 3، ده كده ايه اللي جرى للنايترايت؟ بقت ايه؟ نايتريت. يعني حصل لها ان خدت اكسجين، يعني حصل لها اكسده بالبلدي، اتاكسدت، حصل لها اوكسيديشن، علشان كان في مين موجود؟ اوكسيدايزنج ايجنت، صح كده؟ انت عارف تكمله المعادله، بتلاقي بيطلع لك في قلب المركبات ان ان اس او 4 هو بيطلع كي 2 اس او 4 وده، وبيطلع اتش 2 او، وبيطلع ده كمان، يعني الاربعه دول بيطلعوا ثلاثه وبيتحولوا للاربعه دول. ايه الهدف من المعادله؟ الكلمه اللي انا هجيبها دي، شايف الاستاذ ده اسمه ايه؟ ده اول حاجه مش عارف اسميه.
انا عاوز احسب له اول اوكسيديشن نمبر قبل ما اسميه. تعرف تجيب لي الاوكسيديشن نمبر بتاع الام ان؟ كده انت بتموت نفسك. لو انت فاكر اول كلمه قلتها لك النهارده راديكال السلفيت كله على بعضه بكام؟ نيجاتيف 2. ده بكام؟ يبقى ده بوزيتيف 2. لا 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 خالص، عشان انت جوه السلفيت انت ما تعرفش السلفر بكام والاكسجين بكام، عشان هنا دي حسبه ولو مش هنتطرق ليها، دي كنا قعدنا نخش في تفاصيلها السنه اللي فاتت، ولكن احنا مش عاوزين العمق العنيف ده منها النهارده. اول حاجه ام ان بقى هنا بكام؟ ركز معايا في اللي جايه. توزيعته اربون ايتين صح؟ انا هوزع الام ان العادي 4s2 3 دي كام؟ 5. مش ده توزيعته اهو؟ هنا بقى بوزيتيف كام؟ يعني ايه بوزيتيف 2؟ خسر انهي؟ ال 4s. ركز في اللي جايه دي، انت واخد بالك هو اتحول من مين؟ كان قبل السهم ارجون 18، ايه اللي حصل؟ جين 5 الكترون. ما الاوكسيدايزنج ايجنت هو بيحصل له ريدكشن ويعمل عمليه اسمها ايه؟ جين. ما يقدرش يعمل لوس في حياته، ما هو انفضي، يبقى يوم لما هيعمل هيعمل ايه؟ جين. وفعلا ده اللي حاصل. تاني حاجه لمعلوماتك، وكده كده لو المعلومه ما لزقتش النهارده هتلزق بكره وبعده. الماده دي لونها بيربل، لو انت حطيتها في قلب تفاعل كيميائي وفضل لونها بيربل يبقى هي ما اشتغلتش. لو نزلت في تفاعل كيميائي وفضلت لونها بيربل يبقى هي ما عملتش جيمنج. ولكن اول ما تشتغل تتحول للمنظر ده، وده لونه كلرليس. يعني بنجيب شويه ميه ونحط عليها البرمنجانيت، فالميه دي تتصبغ باللون الايه؟ بنفسجي. تحط عليها بقيه المواد او تحط عليها الام ان او 2 الصوديوم نيترايت، تلاقي اللون بعد ما كان بيربل ايه اللي جرى له؟ اختفى. يبقى كده معناه ان البرمنجانيت ايه اللي جرى له؟ اشتغل. اشتغل وظيفته، بقى اوكسيدايزنج ايجنت، عمل جين. لكن لو انا قلت لك انت جبت الماده وحطيتها والبيربل فضل بيربل، يبقى انت حطيت صوديوم نيترايت ولا صوديوم نيتريت؟ نيتريت. ما هو خلاص هو جايب اخره بالظبط. يبقى لو الاوكسيدايزنج ايجنت، دي قاعده هقعد اقولها كل يوم، لو الاوكسيدايزنج ايجنت لونه اتغير يبقى اشتغل، لو لونه ما اتغيرش يبقى ما اشتغلش. طب اخر حاجه في الحته دي، حد يعرف يقول لي اسم الكومباوند ده ايه النهارده بقى؟ يا جامد، ده اسمه من جنيز داي، سوري، داي سلفيت. ليه داي؟ ما ده الاوكسيديشن نمبر بتاعه بوزيتيف 2. حد فيهم حاجه؟ ماشي. نبدا منهجنا. اوعى تكون تعبت لسه شويه، انا اسف. يعني المره الجايه هنبدا بدري وهنظبط كل حاجه، ما تقلقوش، وهيكون الفلاشه شغاله بس اخد حته عشان ابقى ماشي زي بقيه ايه الناس الباقيه. اولا المنهج بتاعك مينلي بيتقسم، تعالى كده، عندك شابتر 1 بيتكلم عن الترانزيشن ايلمنت، حلو؟ شابتر 2 اناليتيكال، كيمياء تحليليه، اوف قلبي، كيمياء التحليليه دي قلبي، عاوزه واحد صايع، ودي هخليك تحس ان انت لابس بلطو وقاعد في المعمل والتجربه بتعملها بايديك.
علشان الاناليتيكال كيمستري هو فعلا بيشرح بالتفصيل وكأن واحد ماسك وعمال يحط حاجات على بعض والوان بتظهر له، فمنها يعرف المركب اللي معاه ده نوعه ايه. فلو تخيلت بعنف هتعرف تجاوب اي سؤال، ولكن لو خدتها نمط كده مش هتعرف تحل اي حاجه. نيجي في الشابتر 3 نقوم نقول لك عندنا حاجه اسمها الايكوليبريم ان كيميكال ايكويشن، والاتزان في المعادلات، ولعب لوشه ليه وحوارات حسابات حلوه كده جميله. شابتر 4 الكتروكيمستري، كيمياء كهربيه، ويختم بشابتر 5 اورجانيك. كل الان اورجانيك 1 2 3 4 قد شابتر 5 الاورجانيك. ده مش معناها انها صعبه، ولكنها حلوه جدا ومسليه جدا. تمام؟ مش هنسبق للاحداث، احنا مين اللي هنتكلم عن مين؟ ترانزيشن ايليمنت. الترانزيشن ايليمنت، وركز لي في الكلمتين اللي جايين دول، انا بالظبط اديني اقل من 10 دقائق ربعيه وهعدل، مش هزود، مش هوصل للربعيه حتى. عندنا فيرست وسكند وثيرد وفورث. الفيرست ترانزيشن ايليمنت هم مين؟ يبداوا في انهي بيريود؟ في السطر الكام؟ الرابع. يعني دايما توزيعتهم بتبقى ارجون ايه؟ 18 4S 2 3D او بلاش 4S 2، مين قال ان هي 4S 2؟ مش لازم، ممكن تبقى 4S 1 او 2. انت ساعات بنضحي. و 3D من كام؟ من 1 ل 10. اللي بعديها كريبتون طبعا، و 5S 4D 6S 5D 7S و 6D. صح؟ بص فيها انا بوزع مين ترانزيشن، من لو قلت 4F انا دخلت كده في المين، سوري في الايمان. انا ممكن احط كده اقول لك هي ان اس ان ماينس 1 دي. حد معترض؟ انت عارف معناها ايه ان هنا؟ يعني دي لو قلت لي دي باربعه يبقى دي بكام؟ قلت لي دي بسته يبقى دي بكام؟ خمسه. ماشي. طب انا لو قلت لك قول لي انهي رقم من دول، او انت في انهي سيريس مثلا، تعالى كده نقول مثلا انا هكتب لك سؤال اقول لك انت معاك اكس ماينس 1 اس، اكس ماينس 2 دي، اكس ايكوال كام؟ ايه ده دخلنا ماس وش؟ ممكن تبقى 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا مش فارقه؟ اجباري 5، ما ينفعش غير 5 في الاختيارات. هبدي الخمسه دي منين؟ ما انت لو حطيت لي هنا 4، 4 ناقص 1 مفيش حاجه اسمها ترانزيشن اليمنت. الاس بتاعته ب 3، الاس لازم تبدا منين؟ من 4. كده عرفنا اللعبه دي؟ تمام. تعال نخش على الجزئيه الثانيه. انا هتكلم مني النهارده عن تو اليمنت، الاسكندنم ومين؟ والتيتانيوم. حاضر. بس قبل ما اتكلم في جنرال نوليدج كده عن الترانزيشن اليمنت. الترانزيشن اليمنت اللي هم بتوع ال 3 دي اللي هم الفيرست مين، يمثلوا من الايرث كراست 7%. ال 10 اليمنت على بعض يمثلوا قد ايه؟ 7% اللي هي دول. دول كلهم. الحديد بقى لوحده 5.1%. يعني كلهم على بعض يمثلوا 7%. الحديد لوحده 5%. تمام؟ ماشي.
نيجي بقى نتكلم على اول واحد. بص يا معلم، احنا هنمسك كل إليمنت نتكلم عنه كده كمعلومة صغيرة، ونتكلم على وظيفة ليه كإليمنت لوحده، ونتكلم عنه كألوي كسبيكة، تمام؟ وممكن أقول لك ليه استخدام ككومباوند. حلو؟ أول إليمنت هتكلم عنه هو مين؟ الإسكندر. أول معلومة يقول لك الإليمنت ده موجود بليتل أماونت، كمية قليلة جدا، ولكنه spreading في large area في الإرث كراست، يعني هو نادر جدا ولكنه ايه؟ متوزع كتير. احفر تحت بيتك هتلاقيه، بس هتلاقي كمية ايه؟ صغيرة موت. يبقى أول معلومة أنت تعرف عن الإسكندنم ثلاث معلومات. أول معلومة إن الإسكندنم ماله؟ موجود في أماكن كتيرة ولكن كميته ايه؟ قليلة موت. معلومة رقم اتنين، الاسكندنم بيتحط على حاجة اسمها الميركري فيبور لامب. نمض الميركري فيبور في المعابد والحتت الفرعونية بتلاقي بالليل في لمض كده منورة لونها اصفر قوي قوي، شبه السان لايت. اللمض الاصفر دي اللي شبه السان لايت دي بتكون عباره عن لمض الميركري فيبور مع مين؟ الاسكندنم اليمنت. بيدي البرايتنس العالي قوي ده والاضاءه العاليه جدا. يبقى كده انا عرفت معلومه عنه كاليمنت، والحكايه الثانيه عرفت عنه معلومه ايه؟ كاستخدام الاليمنت. بالظبط، بيتحط في قلب اللمبه اللي اسمها الميركري فيبور لامب، فيدي توهج عالي جدا شبه الناتشرال سان لايت، عشان كده تلاقي الدنيا نورها اصفر كده زي الشمس. طب المعلومه رقم ثلاثه، يقول لك الاسكندنم ده لما يتحط مع الالمنيوم ويعمل لك حاجه اسمها الوي. حلو؟ عارفين يعني ايه الوي؟ سبيكه. ايه السبيكه دي؟ السبيكه دي ان انت بتجيب معدن وتسيحه، وتجيب معدن تاني وتسيحه، فما المعدنين دول يسيحوا تمزجهم على بعض، ما تفعلهمش مع بعض، تعمل فيهم ايه؟ تمزجهم على بعض. لما يتمزجوا على بعض ايه اللي يجرى؟ يطلع لك حته حاجه جديده خلطه بيطه من الاثنين، ولكنها سلطه مش تفاعلات، يعني ما مسكوش بكيميكال بوندز. زي مثلا تعرف ايه الفرق ما بين الايرن والستيل والستانلس ستيل؟ الايرن فعلا ده خام الحديد، وخام الحديد على فكره معلوماتك ده لو انت مسكته وخبطت عليه بالجامد يكسر خالص. خام الحديد ده تعبان جدا، وده كده كده برضه الكلام ده هنعيده لك زي ما بقول لك عندنا درسين نقل عن الحديد. الستيل ده الصلب اللي يتبني بيه ابي عماره، حديد مع كربون ده بقى ناشف جدا. عارف ليه؟ عشان دي سبيكه، دي الوي. الالوي دي كان دي شويه الحديد اهي، كور الحديد. حلو؟ وحطيت في النص تخشينه من الكربون. عارف زي ما تكون عربيه كده وراكنه على منزل، لو انت حطيت قدام الكاوتش طوبه ايه اللي هيجرى لها؟ مش هتتزحلق. هو ده الستيل، ان انت عملت تخشينات في النص فبقى ناشف قوي، يعني دي سبيكه اكتسبت او خدت صفه قويه، صفه جديده. الستانلس ستيل ده نوع من الحديد على فكره، بس بيبقى حديد مع كروميوم، عشان كده الشوك والمعالق ما بتصديش، معموله من حديد وايه؟ وكروميوم. يبقى فكره الالويز انت بتاخد معدن مع معدن تخلطهم مع بعض يطلع لك حاجه جديده، الحاجه الجديده دي فيها صفات جميله من هنا على صفات جميله منين؟ من هنا. نحكي الحكايه بقى بتاعت الالوي بتاعتنا. الاسكندنم مع مين؟ الالمنيوم. ليتل اماونت من الاسكندنم مع الالمنيوم.
يستخدم في عمايل حاجات اسمها الفايتر جت، المقاتلات الحربيه، الطيارات بتاعت المقاتلات الحربيه. الفايتر جت. اشمعنى؟ يقول لك ميزتين. اول ميزه ان انت لما حطيت الاثنين دول على بعض زودت الهاردنس، بقت ناشف. حلو. طب والحاجه الثانيه؟ طب ما واحد يجي يقول لي طب ما انت ناشف، طب ما تحط صلب، ما تعملها من الحديد الصلب. ايه؟ تقيله جدا. دي معموله من ايه؟ من الالمنيوم، فبتبقى لايت، خفيفه، ما تطير براحتها. يبقى من الاخر ده اداني هاردنس، صلابه جامده، الى جانب ان هو لايت. انت عارف ان دلوقتي العربيات كلها الحديثه كبيت العربيه معمول من ايه؟ المونيوم، ما يتعملش من ساق حديد. كان زمان العربيه تخش في الحيطه تقسمها نصين، لو عربيه دخلت في مبنى تكسره عشان حديد، بس في الوقت ده كانت العربيه تقيله جدا. ولكن النهارده بقوا يعملوا شاسيهات العربيات من ايه؟ من الالومنيوم. عشان كده لو حصل لا قدر الله حادثه في عربيه جديده يقول لك ما بيستعدلش الكبوت اللي هو الغطاء بتاع الماتور ده، يقول لك نرمي الكبوت كله ونجيب ايه؟ كبوت جديد، ما ينفعش نستعدله. يبقى الميزه هنا ان اداني صلابه عاليه وفي نفس الوقت بقى خفيف. حلو؟ تمام.